التجسس والارتكاز على الأراضي الأمريكية ورعاية الإرهاب في الشرق الأوسط. هكذا انتقد النائب جاك بيرغمان عضو الكونغرس عن ولاية ميتشيغان وهو جنرال متقاعد النظام القطري في تقرير أبرزته صحيفة إيبوتش تايمز الأمريكية، مشيرا أن قطر ترعى الإرهاب بما في ذلك عمليات إرهابية على أراضي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقطر تمول تنظيم القاعدة في سوريا والجماعات الإرهابية، ودعا النائب إلى إقرار قانون منع دعم الإرهاب الدولي، وبموجب مشروعه ستكون الإدارة الأمريكية مطالبة بفرض عقوبتين رادعتين أو أكثر على من يساعدون المنظمات الإرهابية، بما في ذلك رفض ضمانات الاستيراد والتصدير أو الائتمان أو التأمين ومبيعات الدفاع أو الخدمات وتراخيص تصدير الذخائر والصادرات من السلع أو التكنولوجيا التي تسيطر عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأن مشروع القانون سيتطلب من الإدارة فرض تعليق تصل لمدة سنة واحدة على المساعدات الأمريكية والقروض الدولية والمساعدة الفنية. وبيّن عضو الكونغرس أن القانون سيحظر معاملات هذه الحكومات المموله للإرهاب في البورصات الأجنبية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية وعمليات النقل بين المؤسسات المالية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة والتي تنطوي على أي مصلحة لمثل هذه الحكومة.